également. Alors, la définition, c'est la capacité, c'est la capacité d'une force de faire tourner, un objet vers un corps, vous savez, un point métallique, C'est ma capacité de pouvoir gérer un jisme. صافي قال هذا هو لاخر يعني لو مومون ما هو الا الكاباسيتي ديال واحد لافورس باش دورنا واحد القوه ناخذ مثال قال ناخذ هذا المثال هذا على كار نعاودو نرسمو كومسا صافي يلا انا عندي واحد الحاجه باغي ندورها هنا هذيك الحاجه كنت تهضر بها ماشي مشكل صافي ولا فيس ولا الو هنايا دوك واحد القوة هنايا واحد النقطة نسميها اش بي صافي وهنايا اش هذاك في ذاك الجسم اللي عادي يبقى يدور تما عليه يتكلم على واحد لو مومون واحد العزم هذا شنو غادي نسميه هاد النقطة مثال ا صافي يلا جيت انا بحال هكا بحال البوطا اللي كتبغي يا اما هكا صافي يا اما نديرو مثال ديال هكا شوف نقدرو امثلة عديدة ومختلفة صافي ولا بحال هكا فوالا امثلة ودور باغي ندور شي حاجة نتفهم يلا اش غادي تخلط لي غادي تخلط لي واحد لو مومون في النقطة ا لو مومون ديال واحد لاكس ديال طا ولا دي صافي لو لاكس ديال دي اذا باش نكتبو انا ملي كنطبق قوة بحال هكا بي شوف هاهي بي ندير هكا ولا ندير هكا صافي دورت هكا ولا هكا دونك هاديك الحاجة اللي كتكون هنايا دونك شنو غادي دير غادي الدور مفهوم غادي تبقى بحال هكا غادي تبقى الدور اذا كيف تخلط لي واحد لو مومون لو لون ديال هاد لاكس هاد مفهوم اذا لو مومون بارابور لو بوان ا دو لا فورس اف اش هي لا فورس اف هي مثال هاد اش قلنا كنكتبو هاد النقطة ونتبعوها لو بوان دابليكاسيون ديال اف اللي هي بي كنفطرو اللي ماشي ديما او ان ولا نحفظوها بديك الطريقة مفهوم نحفظ نعرف بلي هاد النقطة هي لو بوان دابليكاسيون ديال اف مفهوم وهاد النقطة فين كيتكري لي اش لو مومون مفهوم إذا المتجهة إلا بغينا نحدو المتجهة ا بي ها هي المتجهة ا بي هي هي ا بي صافي ندير لها إزاحة دونك هادي هي المتجهة ديالي ا بي مفهوم إذا أنا بغيت نحدد ال إذا أنا صافي هو هاد بي فهلا قلنا كيدور هذا بحال هكا يعني دي لا ديريكسيون ديال ان هو هاد دي دابا لو سونس واش هاد لو مومون داخل ولا خارج دونك اي بلاس يعني نديرو ا بي فيكتوريال اش ا بي معلاش ندير هكا هكا اش كتعني هكا هكا كتعني اف فيكتوريال ا بي يعني اللي هي العكس الا عطاتني هادي هي هادي دونك اش ا بي ا بي يعني تيغوشون كتحطوها هنايا وكدور ا بي كدوروها فير اش فير اف هو كيكون لو مومون اش داخل لو مومون اون ا ديال لا فورس اف صافي فوالا تخلق لي واحد لو مومون تما نفهم هاد الناس اللي جاتكم هادي صعيبة ا بي فيكتوريال اف غادي ديرو العكس وديرو في التالي مو اف فيكتوريال ا بي عطاتني هادي لكن لو قلت ا بي كنقلبها فوق داخل مثال اخر تقدر تبقى عليه هادي واحد لو بوان سي صافي وهذا واحد لو بوان دي صافي دونك مثال تبقى واحد القوة اف صافي اكتبوا لي لو مومون بارابور ا ان بوان بارابور لو بوان دي صافي دونك باقي يبقى لكم استبعاد تبقوا على هادشي مفهوم دونك هاي لو مومون بارابور ان ماكس
هو مقدرة القوة، مقدرة ديك القوة على إدارة واحد الجسم، على إدارة واحد الجسم. كل ما كانت طبيعة الحال القوة كبيرة إلا ويكون الدوران دونك يكون قوي كبير، فهمت؟ وكتكون كما كانت واحد المسافة كتسمى البغا دو لوفي، هي المسافة الفاصلة ما بين خط تأثير هذه القوة وما بين اش وما بين هذاك ذاك الضي ذاك المحور ديال الدوران. كل ما كانت كبيرة كتسمى كتكون لو مومون كيكون كبير، فهمت؟ فوالا هنا عاد يبقى لي نرجعو لذاك المثال لو مومون. شوف le moment d'une force par rapport à un point O. De même, il y a des OM ou des F. Donc, à chaque fois, le moment, nous faisons le moment en O à la force F. شي حاجه هنا دونك تخلط لي واحد المومون دو لون ديال هاد لاكس، لاكس دي صافي هذا دي، هذا لو مومون بارابور ان بوان او، فهمنا مفهوم؟ دابا لو مومون بارابور ان لاكس، بارابور ان لاكس ديال اش هو؟ ها هو لو مومون، لو مومون بارابور، بارابور ان لاكس دل صافي لو مومون بارابور ان نفس دل، هذا كيتسمى لو مومون بارابور ان بوان. دابا نعرفوا اش كيعني لو مومون بارابور ان نفس دل، واش هو لو مومون بارابور ان نفس دل؟ هاد دل بعدا عنده واحد الشرط، خصو يدوز من نقطة او، يقدر يكون له هاد دل يقدر يكون هذا، المهم الشرط خصو هذا دل خصو يدوز من هاد النقطة او صافي. هاد الدلتا كيحمل واحد المتجهة واحدة هي اي صافي، امثلها هنا فيكتور يونيتا صافي ديال الامور ديال اي كيساوي شحال؟ كيساوي واحد، مفهوم؟ لو مومون بارابور ان ناقص عزل بالنسبة لواحد المحور دلتا، بحيث دلتا كيحمل واحد المتجهة فورت دلتا، فورت يحملو فورت le vecteur unitaire U. اش هو؟ او العزم بالنسبة لهذا المحور دلتا اللي كيحمل هذا، ما هو إلا هذا المقدار، ما هو إلا السكالير، سي السكالير، سي السكالير، يعني لو تقولوا العزم بالنسبة للنقطة هو متجهة، بصح العزم بالنسبة للمحور ما هو إلا اش؟ عدد. اش هو هذاك العدد؟ ها هو اكسبور لو مومون. شوف لو مومون بارابور ان اكس دلتا دو لا فورس اف، طبيعة الحال هو لو مومون كان لو لاكس اش كيساوي؟ هو لو مومون دو لا فورس اف بارابور ا لو بوان او متجهة، حيت بالنسبة للنقطة متجهة، فاش؟ في المتجهة الواحد ديالي، يعني بتعبير اخر واش هو لو مومون بالنسبة لواحد المحور دلتا يدوز فاصون باغ او، ما هو الا اش؟ الا شديت هاد لو مومون هاد وضربتو في المتجه الواحد ديالي، اش كندير؟ كندير الاسقاط ديال هادي على 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 دابا، شفنا داك الشيء في الجداء السلمي في الشابيت الاول اللي قرا داك الشيء، اذا اش غادي ندوز على على لو مومون بارابور لاكس دلتا ديال لا فورس اف، ما هو الا اش؟ لا بروجيكسيون، لا بروجيكسيون دو اش؟ ديال هذا لا بروجيكسيون دو لو مومون اون او دو لا فورس اف، لا بروجيكسيون دو سور اش، سور سور اش سور دال. يعني الى طلبت منكم تمثلوا لي، الى طلبت منكم تمثلوا لي هذا العدد، راه ما كانش متجه الجداء السلمي، الجداء السلمي ما هو الا سكالير عدد، الى طلبت منكم تمثلوا لي هذا كنجيو هنايا لهذا وكنسقطو الاسقاط كيتم بطريقة عمودية. إذا ها هو اش؟ ها هو هاد القطعة، هاد القطعة ما هي إلا هاد صافي. لو مومون بارابور الاكس دلتا باسون باغ لو بوان او، هادي مهمة، راه ملي كنكتب هنايا او خص هذاك دلتا يدوز من او، وخص هذاك دلتا يحمل المتجه الواحد ديالي، جوج شروط. دلتا سي باسي باسون
باسون باكو علاش حيت راني نحسب اش انا نحسب راني كتبت هنا لو مومون ديال اف بارابور دير باسي باسون باكو وي بورتي بورت لو فيكتور يونيتير اي لو فيكتور يونيتير جوج ديال الشروط فهمت هذا هو لو مومون ديال طا ديال طبيعة الحال ديال هاد لافورس اف تقدر تكون شوية تكون هادي ماشي مشكل هادي تقريبا شوية ماشي مهمة اللي مهمة هو لو مومون دي فورس بارابور ان بوان بارابور ان بوان صافي ديك اللي درناها هي او ان فيكتور ديال اف بحيث ان هي نقطة تأثير القوة او فين كيتكري لنا هذا لو مومون هذه هي اللي مهمه بزاف هذه شويه ولكن صراحه خصكم تعرفوها حنا كملنا بلو مومون لو مومون دي فورس غادي نشوفوا دابا ثانيا لو مومون سينيتيك عاد نعطيو لو تيرو عاد نشوفوا ابليكاسيون اكزيرسيس باش نفهموا مزيان هادشي غادي يبان غامض شويه هادشي مازال ما كملنا شويه بشويه حتى نفهموا خوش